رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسماية التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن منح حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هذا الوسام الرفيع جاء ليؤكد الجهود الواضحة التي قام بها جلالته من أجل الارتقاء وتوطيد العلاقة والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين في جوانب بسط الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة بين البلدين الصديقين لزيادة التعاون في مختلف المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية وغيرها، علاوة على دور جلالته البارز في دفع مسيرة التعاون الثنائي مع البلد الصديق إلى آفاق أرحب وأشمل. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن منح حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هذا الوسام الرفيع من قبل فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاء ليؤكد بكل وضوح الدور العالمي والبارز لجلالة الملك المفدى في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كحليف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على بناء العلاقات البحرينية الأمريكية وتعزيزها منذ عقود على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تحقيق أهداف ومصالح البلدين الصديقين في مختلف المجالات. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ماضية في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة والشقيقة من أجل تدعيم الجهود الدولية لإحلال السلم والأمن الدوليين وتأكيد نهج جلالة الملك المفدى الراسخ والثابت في التسامح والتقارب وإرساء السلام العالمي، الأمر الذي يساهم في استقرار المنطقة والعالم. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين وفق رؤية حكيمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ماضية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على مختلف الأصعدة، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية والتنسيق الأمني المشترك، بما يسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.